شمعون اعزل في جو خوف. نعم في جو خوف. ماذا عليه يفعل؟ اسئله طرح على نفسه ذنب. ايلتحق في احدى السفرات لتنقشع الحاله الضبابيه فيتدبر امره؟ فيعود ثاني الى مسكنه في الاشرفي، ذاك المسكن الذي حرم العودة إليه سابقا قبل أن تتوسع رقعة الخلاف بينه وبين من يمسك بزمام الأشرفية. أيذهب ذاني إلى فأرة؟ فأرة في السروان، السروان تحت سيطرة القوات، ويلزم لذلك إذنا مسبقا من قائد القوات، وهذا الإذن يعز على ذاني طلبه، سيما وأنه المتيقن من شعور قائد القوات. ماذا يفعل داني؟ أيذهب إلى دير القمر؟ انتقل داني يا سادة إلى دير القمر. انتقل داني إلى دير القمر بنعوش أربع. سقط في الأبيض وشاحا من طيبة قلبه ومن صدق زوجته ومن طهارة الصيد. هكذا انتهى السياسي الشاب داني شمعون بعد رحلة طويلة أمضاها في المعترك العسكري والسياسي اللبناني المزدحم بالكثير من التفاصيل الإنسانية. عاد داني إلى دير القمر، البلدة الجبلية اللبنانية التي ولد فيها في آب أغسطس عام 1934، لعائلة قدر لها أن تلعب دورا كبيرا في البلد الصغير. فأبوه الرئيس الأسبق للجمهورية اللبنانية كميل شمعون، ووالدته زلفة تابع. برز داني خلال الحرب الأهلية التي أدت إلى انقسام في الشارع اللبناني، وسمحت لقوى إقليمية وخصوصا إسرائيل بالتدخل واستخدام التناقضات المتجذرة في الكيان اللبناني من أجل تنفيذ مصالحها. وسط هذه الأجواء استعادت الأحزاب اليمينية وتحديدا حزب الكتائب والأحرار بريقهما في المناطق الشرقية، في حين فعلت الأحزاب اليسارية والإسلامية حركتها في المناطق الغربية بالتعاون مع المقاومة الفلسطينية في عملية استقطاب حاد أدت إلى تمزيق لبنان إلى مجموعة كانتونات طائفية منقسمة على نفسها ومتحاربة فيما بينها. ب73 مثلا وصلت الأمور بالصراع الداخلي حيال القضايا الوطنية اللبنانية والقومية بالإضافة للقضايا الاجتماعية إلى حالات تصادمية، مش بس تصادم أحيانا ببعض الجامعات أو ببعض الأماكن، وصلت لتصادم بين الدولة بين السلطة الرسمية وبين المقاومة الفلسطينية والقوى اللي عم تاخد موقف متضامن يمنع تصفية هذه المقاومة. هذا الانقسام بين اللبنانيين سمح لإسرائيل بالتدخل مباشرة وتأجيج نار الصراع من خلال تحالفها مع الأحزاب اليمينية. نحن نحمل إسرائيل المسؤولية الكبرى للحرب الأهلية في لبنان بطبيعة الحال، من حيث التدريب والتسليح والتمويل. الموضوع كان أو أنك بدك تقدر تدافع عن نفسك او ما تقدر تدافع عن نفسك. وقت اللي لقينا انه الجيش بتمتلك والقوات النظاميه ما عم تقوم بهالواجب هذا، فرض علينا نحن نجيب سلاح. اجى مين يقول تفضلوا هذا السلاح؟ هلا وين وقفت القصه بيننا وبين الاسرائيليين؟ وقت الاسرائيليين قرروا انه يستعملونا ان نحن حتى بس لمنافعهم لمصلحتهم المهمه، يعني نحن شغلتنا صرفة انه نحارب الفلسطينيه عنهم. هون توقفت القصه، هون ما عادت مشيت. وصل الصراع
اللبناني اللبناني عشية الحرب الأهلية حول القضايا الوطنية الداخلية إلى التصادم وإلى انتشار عمليات التسليح والتدريب بين الميليشيات اليسارية واليمينية. ومثل كثير من الشباب المنتمين إلى عائلات سياسية، أسس داني شمعون كتيبة النمور معتمدا على إرث والده، جاعلا منها الذراع العسكرية لحزب الوطنيين الأحرار. قاد داني شمعون تنظيم النمور طوال حرب السنتين، وخاض معاركها الكبرى وفق سياسة مختلفة عن نظرائه من قادة الميليشيات. وجوده لداني كان هو النور تبع هالشباب، انه لان ما حدا كان عارف شو عم بيصير، كانت القصة اكبر بكثير من مستوى الشباب المقاتلين اللي كانوا موجودين. ولبال هو كان يبقى حدهم للشباب كضمانه. كان له دور بارز بنمور الاحرار، بتشكيل النمور وبقيادة عملهم، خصوصا انه بيو كمال شمعون بسن وبموقع كان رئيس جمهورية، يعني منه كان حاضر تيقوم بدور مباشر بهذا العمل، فكان داني هو اللي عم يلعب هذا الدور بشكل اساسي. سنه 74 بدا نمور الاحرار يقيمون حواجزهم في كل مناطق بيروت، خاصه التي تؤدي من والى تل الزعتر، يعني على سبيل المثال صنعاء، جديده، جليل سمعان، كل هذه المناطق. في البدايه كانوا يعتقلون الفلسطينيين والعمال الفلسطينيين المدنيين وهم يعني راجعين من أعمالهم، ويوسعونهم ضربا مبرحا. هلا ما في شك انه صار في قتلة من كلا الفريقين، وصار في ضحايا من الجانبين، وصار في مأساة، وصار في كتير بشعات من الفريقين، والبيدي دايما اظلم مثل ما بقول. البيدي اظلم لان لسوء الحظ الفلسطيني افتكر حاله انه هيدي ارضه. ولسوء الحظ انه الفلسطيني افتكر انه هو قادر يحكم هالارض هيدي. منه عارف انه عم واجه شعب قبل. وتعلم منه انه ما راح يترك بلده مرة تانية مثل ما هو ترك بلده بالماضي. كرس اعتماد الحل العسكري للأزمة بدلا من الحوار الانقسام الطائفي في الساحة اللبنانية. ومع رجحان هذا الخيار في جانب هذا الفريق أو ذاك، فإن مسلسل الأحداث المأساوية اعترضته فصول من العنف الطائفي السافر كالقتل والخطف على الهوية والتهجير بين المناطق اللبنانية. نمور لعبوا دور في هذا المجال، نمور الأحرار، إلى جانب قوى الكتائب اللي كانت القوى الأساسية. هلا في هالعملية يبدو إنه حست قوى المشروع وخصوصا الكتائب بالمتن بالدرجة الأولى إنه تينجح مشروعه اللي صار طابعه الطائفي طاغي أكثر فأكثر، لازم يصفوا المناطق هونيك يصير في صفاء مسيحي بالدرجة الأولى ثم صفاء بالرأي. لأنه بينت حب السلطة لحزب الكتائب من بعد تل الزعتر فورا، ومن هونيك وبالرايح بعد ما خلص تل الزعتر صفت الأرض مقسومة بشكل جغرافيا. انقسمت الأرض، تواجد نمور الأحرار والوطنيين الأحرار كتر وكبر بشكل كتير كبير، وانتشر بكل الأقضية وبكل المناطق اللبنانية. التناقضات والتنافس بقي مش بس في موضوع السلاح والحصول على السلاح وين بيحصل اكتر، بقي بمسألة الحصول على المال مثل ما قلنا والفرائض، وبقي على موضوع السطو، وبقي بموضوع السيطرة على القرى وعلى المواقع وعلى الحواجز، مين بيكون هون ومين بيكون هونين. في مطلع عام 1978 أخذت العلاقات بين سوريا والجبهة اللبنانية تتجه نحو التوتر، وغادر الرئيس سليمان الفرنجي الذي كان يرأس الجبهة آنذاك إلى بلدته زغرتا في شمال لبنان.
انفصال الرئيس الفرنجي عن حزبي الكتائب والأحرار فاقم الخلافات بين الكتائب وتنظيم المردة الذي كان يرأسه نجل الرئيس النائب توني فرنجي. بشير جميل بفكرة الهوية اللبنانية بلش الخلاف مش مع الأحرار، بلش بالأول مع الكتلة الوطنية سنة الـ 75 و 76، يعني دقوا بالعميد قدي دقوا بجماعته بالأول، صار في قتل وجرحى، بعدين كملوا مع التنظيم يعني اللي كان اسمه رابطة المارونية، بعدين كملوا مع جماعة فرنجية يعني المردة، ولو وصلوا طبعا معروفة مع قتلة توني فرنجية. أقلقت الشعبية التي كان يحظى بها آل فرنجي في الشارع المسيحي الشيخ بشير الجميل، فقرر وضع حد لما اعتبره تهديدا لمسيرته السياسية، فجرد حملة عسكرية في 13 من حزيران يونيو عام 1978 ضمت عشرات المقاتلين وعلى رأسها ابن الشمال سمير جعجع لشن هجوم على زغرتة أسفر عن مقتل توني فرنجي وزوجته وابنته. ما في داعي للشداد بهالموضوع هيدا، لان حزب الكتائب حكى عن موضوع اهدم بشكل او باخر باثناء ومن بعدها، ولحتى سمير جعجع مؤخرا سمير جعجع باحد مقابلاته التلفزيونية وقت الحرب بين الجيش والقوات قال بشكل علني وعلى التلفزيون، هيدي مسجلة على قصة التلفزيون يعني موجودة على فيديوهات، انا قتلت توني فرنجي. أدى اغتيال توني فرنجي إلى قطع أي اتصال بين سوريا والجبهة اللبنانية. انفجر بعدها الوضع العسكري بين الجانبين وأسفر عن خروج الجيش السوري من المناطق الشرقية بداية عام 79. توج الانسحاب السوري الشيخ بشير زعيما على الساحة المسيحية. ومع انكفاء آل فرنجي إلى الشمال لم يعد في مواجهة بشير سوى زعامة داني شمعون الذي لم ينجح قائد القوات في ترويضه. بدت المنافسة وبدت المناحرة وبدت الأجواء تتوتر، بس كان في حكمة الرئيس شمعون اللي كانت دائما موجودة. العلاقة بين داني وبشير كانت سخن وبارد، يعني كان بعض الأحيان يكونوا سمن وسكر وبعض الاحيان يكونوا مختلفين، كمان برضه يختلفوا على نظرة الى امام مين سيكون الزعيم في المستقبل. ضجت المناطق المسيحية باشتباكات حزبي الوطنيين الاحرار والكتائب التي اصبحت اكثر دموية، وبينما كان كل حزب يحاول الامساك بالارض والتحصن بها في مواجهة الاخر، بدأ مشروع الشيخ بشير يأخذ اتجاها اخر، اذ عبر في كل مناسبة عن رغبته في ان يصبح رئيسا لجمهورية لبنان، وعن اعتقاده بان الوصول الى هذا الهدف يمر عبر الامساك بالقرار داخل المنطقة الشرقية لكسب الشارع المسيحي والظهور بمظهر الزعيم القادر على صوغ تحالفات لم تكن اسرائيل بعيدة عنها. هلا يمكن نصيحة اسرائيلية يقول لبشير وضع حد لكل شيء، استلم انت كل شيء حتى نعمل رئيس جمهورية، معقول؟ دور الاسرائيلي اذا ما نحكي عنه باختصار بنقول كان له مصلحة انه يعني بتزخيم المشروع الطائفي من ميل تا ينرد عليه من ميل ثاني، وهون وحدة البندقية شعار بشير والامر لي كانت تهدف تزخيم هذا المشروع والقول للناس انه نحن بدنا نتجنب المشاكل بيننا تنقض اكثر بفعالية اكبر على الخصم الداخلي. اتخذ بشير قرارا بما سماه توحيد البندقية المسيحية وشنت قواته هجوما على مراكز الأحرار كافة. معركة الصفرة هي ترجمة لما قال بجريدة الأنوار حكي داني شمعون بخمسة حزيران 1980، وهالمقال عنوانه الكبير بالجريدة المنشات تبع الجريدة بيقول إسرائيل ستمتص دماء المسيحيين في لبنان، يجب فتح حوار مع الفلسطينيين وضبط بندقيتهم.
هيدي هي معركة الصفرة. كنت أنا والرئيس بالصفرة بالبيت وظهرنا حوالي 7:30 يمكن أو أتذكر الوقت حباب، وطلعنا على فقرة شفنا تحركات عسكرية مش طبيعية على الطريق، بس ما فكرنا أن ممكن تكون مشان يعملوا هجوم على الصفرة. نزلوا من الكاميونين وفتحوا النار عشوائيا على كل الموجودين بمبنى الرادي مارين اللي كان فيه نسوان وولاد عم بيسبحوا، وفي عدد القتلى المين. دايما تذكر مرحلة 7 تموز، مرحلة مؤلمة جدا، وبالنسبة لي أنا جريمة بحق المواطن حصلت 7 تموز. كان كنا منا بحاجة إلى أبدا، بقول جريمة لأنه الواقع مهم بستة تموز اللي حصل واللي منعطى الإعلام بعد 7 تموز. بستة تموز حصل لقاء ما بين رئيس شمعون وشركات حس انه في خيانه كبرى صارت اتجاهه، وخصوصا انه قبل بالنهار صار في اجتماع ما بين كان حاسين بجو منه مضبوط ابدا، وصار في اجتماع ما بين الرئيس شمعون ما بين بيير جميل بالنسبه للموضوع على اساس انه خلص انتهى كل شيء، وثاني يوم بدها تكون الامور على ما يرام. لاول اسم صارت صار هجوم على الصفر كان بشير جميل قتيله، اكيد كان قتيله. شو بشير جميل يعني بالنسبة له داني شمعون اغلى من سلمان فرنجي يعني طوني فرنجي؟ بشير جميل كان في عنده مشروع طموح يعني انه يصير هو يعني كونه ماسك القوة، قوة القوات اللبنانية، بالتالي ممكن انه يوصلوا هذا لرئاسة الجمهورية. و الامساك بيد الحديد للقوات اللبنانيه لهذه الميليشيات المسلحيه بطبيعه الحال يجب ان لا يكون في هناك شذوذ او شواذ بالنسبه للشارع للميليشيات المسلحيه، وبالتالي هو عمل مجزره الصفرة، وعمل برضه مجزره بسابه وبدون وبالساحل المتل الجنوبي. وطبعا حتى المصريين اللي شغلهم داني شمعون بالاكوا مارينا ما سلموا من هذه المذبحه. مش معناتها بنعتبرها غدر، بنعتبرها عمليه عسكريه لتوحيد البندقيه لمصلحه اثنين. وضعت مجزره الصفرة داني وبشير وجها لوجه، وبدت مثل رصاصه قطعت آخر الخيوط بين علاقة متوترة بين شابين طموحين في جو يسيطر عليه العنف اللامحدود. لقد خلقت مجزرة الصفرة شعورا بالمرارة والهزيمة لدى داني شمعون، ولكن ما آلمه أكثر كانت دعوة والده إلى حل ميليشيا النمور وإلى نسيان ما حصل حرصا على المسيحيين. كان داني كتير مغطاز وكان كتير معبي، وكان كتير تحديدا هون محل ما قاعدين عم نحكي على هالطاوله هيدي عصب الرئيس شمعون. داني كان عم بعيط بيصرخ، كان البيت مثلين وكان مجموعين كثير، مجموعه كثير كبيره من كل الاحرار، يعني وين في احرار بلبنان كانوا موجودين بهالبيت، بهالبيت وبرات البيت وبهالمنطقه هيدي، كان التجمع هون، كان الرئيس شمعون موجود مع كثير اركان موجودين، بعضهم احياء موجودين هون، وداني عم بيعاتب بيو كيف بيعمل هيك، بياخذ هالقرار وكيف هالاشياء هيدي وين الكرامات من المعنويات، بيصرخ الرئيس شمعون بيقول له اسكت بخسرك وبخسره، بس ما بخسر 5000 مسيحي انا وطيب، مش رح احط من بيتي انا وداني، وفلينا بنهارها، فلينا من بيتي، فلينا من هون ورحنا من هون ورحنا سفرنا. بعد مجزرة الصفرة غادر داني لبنان الى الخارج فيما استمر والده على تحالفه مع آل الجميل. وبعد اغتيال بشير الجميل وانتخاب شقيقه شيخ امين رئيسا للجمهورية، عاد داني الى لبنان لاستعادة ما خسره. يعني هو بالحقيقة مجزرة الصفرة كانت مفصل كبير بالعلاقة بين حزب الاحرار وداني على رأسه وكمال شمعون حتى،
وبين قيادة الكتائب وخصوصا بشير، وأدت إلى نوع من انتفاء لحزب الأحرار ومثل ما قلت سفر للخارج لداني. إلا أنه استشهاد أو مقتل بشير، اغتيال بشير، الحقيقة رجع فتح شيء من الأمل عند قيادة الأحرار، عند كميل شمعون وعند ابنه داني وعند لاحقا دوري. من بعدها رجع داني شمعون وصار في نشاط لحزب الأحرار، بس طبعا ما كان عنده مؤثرين، كان في بس في القوات اللبنانية. يعني رجع يلعب دور سياسي. هلا ما رجع لأن طلبت منه، كان في برنامج خارجي طلب منه يرجع، بعتقد هذا من نزج الخيال يعني أكثر ما هو وقع. في الثاني عشر من آذار مارس عام 1985 تمردت القوات اللبنانية على سلطة أمين الجميل وأحكمت سيطرتها على المناطق الشرقية. زامن هذا التمرد تنازل من الرئيس شمعون في 24 من آب أغسطس من العام نفسه عن رئاسة حزب الوطنيين الأحرار لداني شمعون. سلمني يعني عملت كل شيء فينا نعمل حتى يستلم داني الحزب بوجود كمال شمعون، حتى كمال شمعون يرعى أول مرحلة، يرعى أول مرحلة من 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 استلام داني الحزب. طبعا وجود إلي حبيعة على رئاسة القوات اللبنانية ما كان بحبس يمكن انه داني شمعون يستلم رئاسة حزب الأحرار. مهد تسلم داني لرئاسة الحزب السبيل أمامه إلى الدخول مجددا إلى وسط الساحة السياسية المسيحية من خلال تعيينه عضوا في الجبهة اللبنانية. لكن الرياح لم تجري كما تشتهي سفن داني شمعون، فجميع أعضاء الجبهة اللبنانية كانوا على علاقة طيبة بسمير جعجع الذي كانت علاقته بداني يشوبها الخبر. اختلف سمير جعجع عما سبقه في قيادة القوات في أنه جعل منها مجموعة أجهزة يقودها أشخاص نشأ معهم وربطتهم به علاقات وثيقة أقلها صلة النسب والقرابة والجوار. كرست هذه السياسة جعجع قائدا يمنع على أي كان أن يخرج عن نطاق سلطته. وحده داني شمعون خرج عن هذا السياق وأعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية في 7 من آذار مارس عام 1988. اليوم داني شمعون مع المواطن للوصول إلى رؤية كاملة ممكن تتنفس في المستقبل، تعكس رأي المواطن انطلاعا من الحكم والحكومي، وليس أن حكومي وحكم يفرض رأيه على الشعب. اقترح أن يكون داني شمعون مرشح الجبهة اللبنانية لرئاسة الجمهورية. هلأ أكيد على من محرم فتح تمه، بس حسيت بعيون سمير بالاجتماع أنه مضايق. دكتور جعجع ما كان عارض ترشيح داني لو استمر بترشيحه، حتى لو يمكن ضمن أن نشوفه، إنما ما بقى عارض. يعني كان بهمه يوصل الناس من بضاعة من حجم داني بشكل داني. سمير جعجع لا تعطى معه بكل إيجابية وطرح برنامجه وقال له إذا أنت قادر تحقق انتصار بالرئاسة نحن إلى جنبك. بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية عام 1988 دخل لبنان مأزقا دستوريا. خرج الشيخ أمين الجميل من قصر بعبدة وكلف العماد ميشيل عون برئاسة حكومة عسكرية. لم ينل هذا التصرف رضا جعجع، فأمر قواته بعد أيام باجتياح منطقة المتن ودفع الرئيس الجميل إلى مغادرة لبنان. بعد هذه العملية أمسك قائد القوات بالمناطق الشرقية في حين وجد داني شمعون في الأحداث التي تلت 23 من أيلول سبتمبر فرصته للثأر من القوات وزعيمها، فانحاز إلى جانب الجنرال ميشيل عون. أطلق هذا التحالف سمير جعجع وبدأت المفاوضات لإقناع داني بالعودة عن التحالف مع عون، غير أن رئيس حزب الوطنيين الأحرار رفض ذلك. واستمر الأمر على هذه الحال من التوتر بين جعجع وشمعون حتى انفجر الصراع بين عون والقوات في 31 من كانون الثاني يناير عام 90. حرب الإلغاء يعني كانت
بسببين أساسيين، سبب سياسي وسبب عسكري. ما في سبب عسكري صرف وحده فقط. السبب السياسي هو بروز تمايز كبير بالقيادات إذا بدنا نسميها المسيحية، من ضمن جعجع بالموقف حيال الطائف، ومن ضمن بكركي، ومن ضمن أوساط واسعة اللي كانوا يسموا بالمسيحيين المعتدلين، هؤلاء اللي كان بدهم وقف الحرب واللي كانوا عم يتعاطوا مع الطائف بإيجابية. قلنا انه بس بلش الحرب بيننا وبين عون، داني اخذ طرف ميشيل عون وظهر على التلفزيون انه عم يجتمع مع ميشيل عون وبياخذوا قرارات وتوجيهات معينة من احدهم للاخر. كان على طول يعني جرب نعمل اتصالات للتهدئة مع سمير جعجع، بس كان على طول يوصلنا اخبار ما بتطمن كثير، لانه خلص بلا يشتغل، يعني ما رح يلزم بقى يشتغل سياسه، في يروح يعمل رياضه، في يشتغل، في يلعب تنس، في هذا، بس ممنوع بقى يشتغل سياسه. وقت صار في مشاكل فيما بعد ما بين سمير جعجع وما بين عون، داني كان طبيعيا وتلقائيا مع الشرعيه، مش مع ميشيل عون كشخص، مع الشرعية، مع البندقية الشرعية، وهون كان خلاف كبير بينه وبين جعجع. الأمر لي للجنرال عون، يعني بده يلغي القوى الميليشياوية الثانية وسلاحها، تيصير كله تحت عنوان أمرة الجيش بأمرة الجنرال عون، ساعتها بيكون عنده وزنة منطقة معينة كبيرة، ممسوكة بإيده وحده، ما حدا بيعود يعني يتقدم علي او يزايد علي او ينافسه بالتفاوض ان كان حيال الطائف او اي شكل من اشكال المشاركه بالسلطه. مشروع جعجع مثل مشروع بشير يعمل دوله على ذوقه له ويكون هو مستلم الدوله. عززت هذه الاحداث افتراق داني عن جعجع، كما عززت في المقابل تحالف داني مع عون. وصعد رئيس حزب الوطنيين الأحرار من مواقفه السياسية ضد قائد القوات، وتمثل هذا التصعيد في انسحاب داني من الجبهة اللبنانية وتحريض بعض أحزاب الجبهة مثل حراس الأرز والتنظيم على الخروج منها. ولم يكتفي داني بهذه الخطوات، فعمد إلى إنشاء جبهة جديدة موسعة برئاسته ضمت فاعليات سياسية واجتماعية ساهمت في سحب بعض الغطاء المسيحي عن القوات وعززت من قوة داني في المناطق الشرقية. شكلت الجبهة اللبنانية برئاسة داني شمعون بعد ما صار في المشكل بين سمير جعجع وميشيل عون بكانون الثاني، وبعد ما انقسمت المنطقة الشرقية إلى منطقتين، منطقة تحت سيطرة سمير جعجع والقوة اللبنانية، ومنطقة تحت سيطرة الشرعية برئاسة ميشيل عون. كان من جهة عم يعني يشجع عون أو عم يوقف إلى جانب عون، وهون كان عم يصطدم أو عم يتناقض مع جعجع اللي كان موافق صاير على الطائف، لكن من جهة ثانية كان منفتح وبأمل يستفيد من الانفتاح ليشكل بنفسه زعامة مسيحية جديدة تورة تبيه وتظهر الباقين بالوسط المسيحي. واصل داني شمعون هجومه على جعجع وقواته العسكرية، واتهمه بتنفيذ مجزرة نهر الموت التي ذهب ضحيتها عشرات المدنيين. اطلع نار بنهر الموت على المتظاهرين، وأوتوبيس كمان صار اطلع نار، لكن كل هالامور كلها حاولت سيدي انا بحطها بالسياق الحرب اللي جاري، يعني انه يعني منا حادثه بحد ذاتها. ونحن بالمظاهرات فوق بالمناطق عرفنا انه انفتح النار على مظاهره نهر الموت، انه عناصر القوة اللبنانية كانت موجوده بمعمل ارستل او وسيط. هذا عسكري بتقول له اذا حدا بيقطع مركزك بيقطع موقعك بقطع لك رقبتك، مسؤول عن حياته وعن حياته ورا منه. بتجيب له ناس بالليل مش معروف مين فيهم، فيهم مدني وفيهم عسكري، وكان فيهم عسكري من جمعية عام، فيخرقوا الخط جبهة ويقوتوه بظهره. ومع هذا كله أكيد معنا إن إحنا فتح النار أكيد، ونزلنا على المستشفيات كان شيء يعني شو بقول لك شيء يعني ما بتصور العقل، ما بتصور العقل
مسافات بنسميها حالة الناس وحالة العالم. ألهبت مواقف داني شمعون رأس سمير جعجع، فجيشت القوات اللبنانية أجهزتها ضد رئيس حزب الوطنيين الأحرار بدءا من وسائل الإعلام، مرورا بتشجيع بعض قادة الأحرار على الانفصال عن الحزب وتشكيل حزب جديد، انتهاءا بتدبير أكثر من محاولة اغتيال جرى اكتشافها قبل حدوثها، وجميعها كان من تدبير القوات. بهالفترة هيدي تعرض داني لمحاولات اغتيال. أنا كنت موجود بوحدي، كان في حق للرمي، نروح كل نهار أحد أو نهار سبت نعمل رمية على الأطباق على الصحون، ناخد أولادنا أولاده وأولادي ونروح نقويس. كان في مجموعة كثير من الناس ومن ضباط الجيش اللبناني يلاقونا وأصحاب، روح رمية يعني صبحية ومنقوسة وفنجان شاي وقواص ويرجع الواحد فيما يروح على بيته. بأحد الأحادات كنا رحلة لهونين، نحن هونيك بهالحقل الرماية هيدي بنمشي طعم قويس، نرجع نمشي نرتاح بساحة فيها بير. ما بلاقي إلا داني بعلمي قاعدين نحن عم نقويس، كنا بعد ما قعدنا نرتاح يعني عم بلاقي إلا داني بياخد الفرد وبوب بوب 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 عم بيقوص قوص على الحرج. لك إنه لو شباك مصحون هون قال ما شفته لهالأخ والهيك والهيك؟ قال لي لا نحن ما شفته، ما شفنا بساعة الأول بس أكيد شفنا هو عم يركض على رصاص، يعني شفنا شخص عم يركض على رصاص بس ما شفنا هو عم بنوض يطلع. قالنا هو معه نضور ما شفنا. هلا ركضوا الشباب وكان في ضباط من الجيش من المقاوية ركضوا بالحرش، يعني عملوا تمشيطة للحرش يا لطيف، بيظهر تلقطوا بحدا واتاخد على التحقيق هوني. ما عدنا سألنا نحن، كملنا وارتحنا، وإذا بيجوا بيخبرونا محل ما أنتوا قاعدين يا شباب، خذوا الأولاد فلوا الأولاد شيلوا الأولاد من هون فلوا من هون، وإذ محل ما نقعد مرتاح بهالاسم وشكل من البيت 200 كيلو متفجرات موجودين بهالمحل. هيدا محل ما كل المجموعة، يعني بدك تعتبر المجموعة تقريبا كنا نكون 25 ل 35 شخص مع أولادنا، يعني كنا قاعدين هونيك هونيك محل ما بنرتاح، وفعلا يمكن نرتاح بكون كنا صغرا نزيد كنا كنا نزور تحت جميع الداني أصحابه، كيف واحد عنده كتير صغير سبع بيع الساعة خمسة أو ستير وجهت إيه بعد لتحت لما بقوطة تحت تلفزيون فخر تلفزيون فخر أو شيء. مرة لهون قالوا لنا إنه بيعطينا لأني غاز فخر مجتمع صار في أدب محاولة اغتيالنا. فشلت حرب الإلغاء في تقليص نفوذ جعجع، كما أخفقت في منع تسويق اتفاق الطائف الذي دعمه جعجع وعمل على تثبيته من خلال خوض صراع عسكري مع عون استمر بضعة أشهر. صمود القوات في وجه عماد عون واستمرار الانقسام في المناطق الشرقية فرضا على الرئيس الياس الهراوي الذي انتخب رئيسا للجمهورية بعد اغتيال الرئيس المنتخب ريني معوض اتخاذ قرار بوضع حد للاقتتال. فاجتاحت قوات عسكرية مشتركة تابعة للجيشين السوري واللبناني المناطق التابعة لنفوذ عون، وتمكنت في 13 من تشرين الأول أكتوبر من العام 1990 من إحكام سيطرتها عليها بعد فرار عون إلى السفارة الفرنسية، في حين كان حليفه داني شمعون يعيش حالة من الخوف وينتابه شعور بالخطر من كل الداخلين إلى المناطق الشرقية. تاني نهار بالنهار طلعت نهار التنين قضيت النهار فوق، يعني كان في ناس كتير، هلا اجا ناس كتير، اجا الشيخ ارشاد الخازن اجا لعنده، وهلا ما طبعا ما بعرف شو حكي وياه طلع عنده على البيت، بس عرفت من داني انه شدد عليه عرض عليه انه يطلع لعنده على الكسروان. الشيخ ارشاد كان عنده علاقه مع كان يحكي مع سمير جعجع، قال له اذا فيك سالنا سمير اذا كان نطلع على البيت نقعد بفقره، طبعا بتكون كان جاي بالجواب، يمكن انا ما كنت حاضر على السؤال، بس بعدين قال له انه انجلد والولاد على صح الاب بس انت ما كان استقبلك فوق. الاربع بعد الظهر مرقت سياره عم بتفوت لعنا يعني من شو اسمه، وفتح بابه عم ينزل واحد منا الدغري، انا فردي حاطه شو اسمه صاحب فردي وصوتوا عليهم هني على هيدا اللي عم ينزل، قام قلع الشوفير وبعده البيت مفتوح،
راحوا وصاروا مرقوا في اربع مرئات يعني هيك وهيك على الميلتين وعد اختفت السياره. ساعتها داني كان يطلع وينزل حسب مين يجي ينزل يتمشى وهيك. قعدت شرعت معه كان الساعه صارت شي 9 بالليل شرعت معه شي ساعه قال له ليلي ما في نوم هون. اتخذ قرار وطلع على بيت القنصل الفرنساوي بعد ده. بذات الوقت كان في شخص عم يجرب يعمل اتصال لانه الاتصال كان مع الي حبيقه ليعمل اجتماع مع الي حبيقه. والشخص ما قدر جاب الجواب بسرعه يعني ما كان بيعرف وين بده يتصل. بيوصلوا الي حبيقه واسعد الشفتري ومعهم شخصين كبار شوي بالعمر. قعدت قدام الاجتماع تقريبا 3 ساعات يعني من وحده الى ربع. يعني ساعتين ونص وصلوا مخانين شوي. هلا هن فايلين عرض الي حبيقه عداني قال له بدك ابعث لك شابين من عندي يوقفوا هون على الباب برا ما بدي يقوك على الرافه حرس معهم بطاقات ما حدا بيسترجي بيحكي معه كذا. قال له داني لا. نهار السبت طلعت مثل العادي كمان لاول مره اندريد عصبت بشكل ما بيتصور العقل يعني كان ليله قبل ما اخر ليله قبل ما ماتوا. شوي تخانقت معه وما بقى فيي وعصبت وكذا قال لها روقي وما روقي وهيك. قلت له دخلك طيب ليش ما بتسافر انت شوي تفل بتريح الكل وبترتاح. قال لي انت كمان لحقني. قلت له لا مش قصة لحق اول مره عم بحكيك تعرفني انا انه ما بضايقك. قال لي يا خيي انا تعبان تعبت. قال لي انا تعبان نفسيا تعبان يعني ضايع بدي اخذ قرار بس صدقني. قال لي انا تعبان تعبت بدي سافر بدي ارتاح ما بقى فيي. وإذا لعنده القنصل الفرنساوي جون مارك سيمون عطال باسبورات تاريخ 19 الشهر إنه صار فيه بيقدر يسافر. قال له أوكي أنا بدي سافر بس مش هلا لأنه نهار الثلاثة كان عنده موعد بوزارة الدفاع مع العماد أمين لحوضي هو اليوم رئيس الجمهورية بس ما صار لأنه اغتيل ب 21 تشرين. صحيح. كان عنده داني موعد مع أمين لحوض. كان في علاقة كثير حميمة مع أمين لحوض. اللحود داني شمعون هو طيب. أثارت الحركة السياسية التي قام بها شمعون جعجع فسيطر عليه الخوف والهواجس من إقامة حلف جديد بين داني والسلطة خصوصا بعد عملية 13 من تشرين الأول أكتوبر التي فتحت السبيل أمام إلي حبيقة العدو اللدود لجعجع للدخول إلى المناطق الشرقية وعودة الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى مناطق نفوذه التاريخية في المناطق المسيحية. وسط هذه التطورات التي لم يكن جعجع قد حسب حسابها جيدا قرر قائد القوات عدم القبول بها بعد أن خلت الساحة المسيحية وتحديدا الساحة المارونية من أي منافس. فالرئيس الجميل خارج البلاد وريمون إدي وميشال عون أيضا. فقرر وحسب ما أثبته القضاء اللبناني الخلاص من شمعون باعتباره الحلقة الأضعف في سلسلة أعدائه الجدد. أعطى أوامره لمسؤول الأمن في القوات غسان تومة بالتحضير للخلاص من داني شمعون. انشغل تومة بتشكيل المجموعة التي ستقوم بالمهمة. اختار أفرادها بعناية من المخلصين والمقربين إلى جعجع وطلب من نائبه طون عبيد الإشراف على تدريبهم وتشكيل مجموعة لمراقبة ما يحدث في سنتر الشاهين في بعبدة حيث يسكن داني شمعون. استغل توم صدور مذكرة من قيادة الجيش تطلب من أفراد الحراسة الالتحاق بوزارة الدفاع. الأمر الذي دفع مسؤول أمن القوات إلى الإسراع في تنفيذ المهمة بعد أن بات داني شمعون من دون حماية. فحدد يوم الأحد في 20 من تشرين الأول أكتوبر موعدا لتنفيذ عملية الاغتيال.
تنكر أفراد المجموعة بلباس الجيش اللبناني الذي سبق وصادروه خلال حربهم على منشاء العون. الباب بكره الساعة 7. مين؟ قال لي أنا أبو جورج. أبو جورج دايما بيجيب النقيش للولاد على بكره. انفتحت في 2 شباب، واحد طويل وواحد قصير. واحد واقف هونيك على هيداك الباب، واحد واقف هون. واحد فات لجوا، واحد واقف هون. بدهم رئيس داني؟ قلت له تفضل. إجا الرئيس داني. سمعت لبيد لبيد جوا، رجعت بدي شوف شو هيدا اللبيد، لقيت الرئيس داني بالارض هونيك بالصالون ومدامته هون انجليت بالارض. جيت لهون على البلكون عم صرخ لحدا ليجي، بيجي العسكري اللي عندي اجا وحطنا هون بالحمام، فوتنا لهون على الحمام وسكر الباب، غلق الباب ورا العسكري. رحت لهونيك ما في حدا، ولا عسكري ولا حدا ابدا جوا، ما في حدا، مطبوش الباب وهولي بالارض. عم بتطلع على الاولاد وينهم، بلاقي طارق هون بالارض، طارق هون بالارض والدم عم ينزل من راسه. بدي شوف جوليان وين، ركضت على الاوضة عم عيط، يا جوليان يا جوليان، بعرفه بخاف، يا جوليان يا جوليان وينك وينك؟ بلاقيه هون تحت التخت، بسحبه من تحت التخت وبحمله وبمشي. أثار اغتيال داني شمعون وبعض أفراد عائلته كثيرا من الجدل بشأن الجهة التي نفذت عملية الاغتيال، فكثيرون من عائلة داني ومحاسبيه شككوا في الحكم الذي أصدره القضاء اللبناني، كما أكد آخرون صوابية هذا الحكم. قتلوا عناصر الامن، مين قتلوا؟ الوات اللبنانيه، مين قتلوا؟ طون عباد وجان ساميا وغلط اللي موضوع قرار الاتهام، مين قتلوا؟ مين هذول قتلوا؟ اكيد مش قتلوا الرئيس خير الله يعني. هلا نحن وقفنا على البلكون، اجى لعنده صحافه اجنبي حكي وياه، عمل معه حديث ساعه ونص، وكان نهار خميس حوالي الظهر. من بعد ما خلصنا وقف انا وياه على البلكون كمان، قال لي خايف ما يجوا لي بتياب جيش، يجوا لينا بتياب جيش. قلت له اكيد من هالشيء ولا خبري؟ قال لي خبرونا اياه انه في فكره من هالنوع. كان عم يصوب عن القوة اللبنانية الفضاء، ما حاول يلبس قواش الحوال، لا في ملفات انفتحت، ملفات انفتحت بظروف معينة، والقوات مفروض كانوا يقضوا على حد خطأ تاريخي ارتكبوا العهد السابق. طبعا في حلقة بعد مفقودة هي غسان توما اللي كان بين سمير جعجع قائد القوات وبين الشبكات التنفيذية، هي بعد مفقودة حتى الآن. شو لازم بس نقوى سمير شو بطل عملية، مثل العملية هاي
بتركب هيك بس سهولة. شو واحد مرق الطريق عمل له كمين او عربية نطرته رشته ولا غلبشه رشته. اكيد العملية هذه كان فيها اكثر من شريك. انا كنت موجود حداني لمدة 3-4 سنين باحد الجلسات انا وداني على البلكون والعسكر السوري عم يتمشى على الطريق وعم بيقوصوا بالعالي وماشيين واقفين واقفين على البلكون بالبنية عم تطلع ما عم نحكي بشي بس عم نتفرج على هالعسكر الماشي على الطريق. بيطلع فيي بيقول لي منين قولك بده يجي علي هالمرة؟ قلت له مين؟ قال لي سمير جعجع منين قولك بده يجي علي هالمرة؟ قلت له شو فيك على هالشغلة ليك وين نحن؟ وليك وين نحن وليك وين هو؟ شو فيك على هالشغلة؟ قال لي في كثير اشياء. انا قنعت ارسل لك لانه انا بعتبر حالي شوي رجل قانون. قلت انه انا لانه ما عندي الادله الكافيه اللي هي بتخليني بالفعل دل بالاصبع انه فلان ارتكب سمير جعجع ولا غيره انا ما راح اجي. حط القصه بسمير جعجع وبري يمكن اخرين اللي هن كانوا ضالعين سمير جعجع واكثر منه بالموضوع. هذه هي مسيرة داني شمعون وقناعته منذ بدايات عمله السياسي. قناعة قاتل من أجلها ودفع ثمنها مرتين، الأولى عندما اصطدم بالشيخ بشير الجميل فخسر خيرة شباب حزبه وغاب سنوات عن الساحة السياسية، ومرة ثانية عندما انحاز إلى جانب الجنرال عون خلال حربه ضد القوات اللبنانية، فدفع داني هذه المرة ثمنا غالي.